الهجن العربية الأصيلة. نتواصل من عاصمة الميادين مع هذه الفترة الصباحية الجميلة المميزة هنا أعزائي المشاهدين والمنطلقين هنا أبناء القبائل الباحثين عن الناموس والمقدمة والمركز الأول. الشوط الرابع عشر مخصصة للجعدان مهجنات سن اللقاية والخمسة كيلومترات هي الحاضرة دائما مع هذا السن الجميل. المقدمة والصدارة والمركز الأول والتحديات الجميلة في هذه اللحظات. هناك حمد بن محمد بن فهيد العجمي من يتواجد مع هاب الريح على الصدارة، اسم على مسمى ما شاء الله، من هاب الريح على الصدارة هذا الشوط. المركز الثاني وصول هناك من أيضا مشوش وعبيد بن الدودة بن سعيد العامري أو بن سويد العامري من يتواجد على ثاني المراكز. المركز الثالث وصول هناك من مزاح وعلي بن حميد الشامسي من يتواجد هنا في هذا الشوط منطلق مع مزاح، بينما التحدي الجميل والصراع المميز هناك أيضا من تركي بن عويضة تركي بن عوض الله هناك الصواد من يتواجد على المركز الثالث. هنا اعزائي المشاهدين شعار الصواط من يتواجد مع هذا من يتواجد مع الثلاث المراكز الاولى. التحديات الاثاره هناك شعار العثه من يتواجد شعار بالخزع. يا سلام تبارك الله ما شاء الله يا سلام. تحرك مشوش تحرك شعار العامري هنا على ثاني المراكز، ولكن الهاجري هناك غادم منطلق احمد بن مطر بن سيب الاحج الهاجري يتواجد مع شاهين. تحرك مغادر فايل بن حيس بن حسيبان العويسي هنا في هذه اللحظات. ما يبنى لطاري ولكن مهاجم شعار حمد بن سالم بن سليم الاتباعي. يا سلام شعار بن صاروخ هناك من الجانب الايمن بتحدياته الجميله المميزه. الامتار الاخيره روح والله معاك والقلب يدعي لك يا العجمي. روح هناك مع الصداره ولكن خلاص شوفوا من الواصل احمد بن مطر بالسيف باللاحق الهاجري هنا تواصل هنا باحثا عن النقطة الثالثة في صباح هذا اليوم، باحثا عن النقطة الثالثة هنا اعزائي المشاهدين. يتواجد مع شاهين هنا اعزائي المشاهدين. السلام وين هنا اعزائي المشاهدين؟ سلام ند الشبه هنا للمرة الثالثة على التوالي من عاصمة الميادين. سلام شاهين سلام ند الشبه سلام لهذا الشعار الجميل والمميز الذي دائما يقدم الأصالة الميت متر، ومن ثم يرحب خط النهايه بهذا الشعار الجميل والمميز هنا. تهانينا والناموس للسيد احمد بن مطر بن سيب الحج الهاجري. المركز الثاني كان من نصيب هناك هابري حميد بن محمد الفهيد العجمي. المركز الثالث شعار بن حليس متواجد هناك على ثالث المراكز. المركز الرابع حمد بن سليم هناك حمد بن سالم بن سليم الاكتبي مع مهاجم. المركز الخامس كان من نصيب هناك مشوش عبيد بن دودة بن سويد العامري. أعود مع التوقيت الزمني وأعود هناك أيضا مع هذه التحديات الجميلة من شاهين أحمد بن مطر بن سيف باللاحق الهاجري. قطع الخمسة كيلومترات في زمن ما إن شاء الله. شوفوا العادة هنا وشوفوا العروضات الجميلة. شكرا هنا أعزائي المشاهدين يا المخرج على هذه اللقطات الجميلة. 7:39 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس وسلام ند الشبا سلام في هذا الصباح الجميل من عاصمة الميادين. المركز الثاني وثاني المراكز هناك هابري حمد بن محمد بن فهيد العجمي من يتواجد على ثاني المراكز. لحظات الوصول العبور إلى خط النهاية. قطع الخمسة كيلومترات في زمن وقدرة أيضا 7 دقائق بلا شك و42 جزئين من الثانية. بينما المركز الثالث وثالث المراكز كان من نصيب مغادر فايل بن حليس بن حسيمان العويسي و7:43 وفاء وتمام. انتهى لنا والناموس لجميع الفائزين.